إن أهداف التنمية المستدامة تقدم إطاراً للنقاش والتعاون المتعدد الأطراف، حيث تم التفاوض بشأنها في إطار الأمم المتحدة، وبالتالي هذا يشكل بصورة آنية وفورية تناقضاً ومفارقة، فالإطار الحالي لا يمثل الإطار الأمثل والمحفي الأفضل لتحقيق هذه الأهداف. إن أهداف التنمية المستدامة تعاني من ما يسميه السياسيون بمتناقضة ويستفاليا، نسبة إلى معاهدة ويستفاليا التي وضعت حدا في القرن السابع عشر لحرب اجتاحت أوروبا لمدة 30 عاما، وضعت النظام العالمي على أساس سيادة الدول، وبالتالي هي لا تتمتع ببعد إلزامي، وهذا يرتبط برغبة الحكومات، الحكومات التي قد تتغير من أجل تنفيذ هذه الأهداف. وبالتالي من الواضح وعندما ننظر إلى الأخبار اليومية حاليا هناك تغيرات وتطورات ومستجدات في الإطار المتعدد الأطراف، وبالتالي إذا أردنا اليوم أن نعيد التفاوض بشأن أهداف التنمية المستدامة ما كنا نستطيع أن نصل إلى هذه الأهداف الحالية وأن نجد توافقا بشأنها، وبالتالي وهذا يؤكد على أهميتها، وبالتالي علينا أن نلتزم وتمسك بهذا الإطار المرجعي ونحتفظ بقوتها التحويلية وقوتها للتغيير. وبالتالي لما أقوله الآن ينبغي العمل ليس فقط على مستوى الحكومات والسلطات العامة والعمومية من أجل تنفيذ هذه الأهداف، أهداف التنمية المستدامة، لأن هناك من جهة أخرى الأموال والاستثمارية المتوافرة هي ليست منحصرة فقط بالدول، ولا سيما في سياق تسعى فيه الدول والحكومات إلى تقليص الإنفاق العام والنفقات العامة، وبالتالي علينا أن نعتمد على مصادر أخرى من القطاع الخاص، من القطاع المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي، ولكن مع ذلك يبقى دور الحكومة دورا مهما. ولكن من الأهمية ألا ينحصر هذا الدور على تعبير أو على كما يقال في أروقة الأمم المتحدة، ألا نحول هذه النقاشات إلى مسابقة للجمال، حيث كل حكومة تأتي في كل سنة إلى الأمم المتحدة لتؤكد بأنها نفذت 167 من بين 169 غاية من الأهداف 17، وأنها حققت تقدما. لا ينبغي لهذا النشاط، نشاط الحكومات، أن يكون نشاطا دعائيا، ولكن ينبغي لهذه الحكومات أن تضع هذه الأهداف في كل وفي صميم سياساتها العامة والعمومية، وهذا ما سنراه في إطار الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة على هذا العمل، العمل الحكومي أن يقوم بدمج أهداف التنمية المستدامة في كل السياسات العامة وإلغاء بعض السياسات العامة التي تضر بهذه الأهداف، على سبيل المثال الدعم المقدم للطاقات الأحفورية، وأيضا في مجال إدارة الهجرة وتدفقات السكان، وبالتالي لا ينبغي لها أن يكون ذلك على حساب أهداف التنمية المستدامة، بل يجب أن تكون هناك سياسات الإدماج للتوجه في الوجهة الصحيحة. هناك حدود، هناك دور أساسي لدور الحكومات والسلطات العامة والعمومية، وهذه الحدود تبدو بصورة واضحة عندما نفهم بأن المستوى الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يكمن ويتمثل في مستوى الأقاليم والسلطات المحلية، وبالتالي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال هذه الأقاليم والسلطات المحلية، وهذا حسب التقسيمات السياسية والثقافية والجغرافية في كل بلد من البلدان. بعد القيام بذلك فإنه من الواضح بمكان على مستوى الأراضي وعلى مستوى السلطات المحلية يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعلى هذا الصعيد وعلى هذا المستوى يكون لدور السلطات العامة دورا مهما من أجل على سبيل المثال رفع كل الحواجز والعراقيل، فإذا كانت هناك سياسة دورية ومنهجية لدعم الطاقة
العلاقات الأحفورية. هذا الأمر يؤدي إلى تأخر في مجال الانتقال الإيكولوجي. وإذا كانت هناك على سبيل المثال سياسة ضريبية تعرقل نقل وإعادة توزيع الثروات إلى أكثر الناس فقرا، آنذاك سيكون من الصعب أن نحل المشاكل بعصا سحرية، المشاكل المتعلقة بالفروقات والتفاوت الاجتماعي. فإن هذا المستوى، مستوى الأراضي والأقاليم والسلطات المحلية، يشمل كل الأطراف الفاعلة والاقتصادية والسياسية والثقافية إلى جانب السلطات العامة. وينبغي أيضا في بعض الحالات مواجهة بعض التناقضات والصراعات، إزاء بعض المصالح التي تسعى إلى عرقلة التنمية المستدامة، وهي في الواقع تسعى إلى البقاء، إلى الإبقاء على الوضع الحالي في مجال الإنتاج والاستهلاك، وهي تمثل كارثة حقيقية في الواقع بالنسبة لكوكبنا.